بلال مساء الخير. مساء النور. لأول مرة رح يصير زواج على الهوى وبهالطريقة. أول شيء اللي إلك قديش بتعرف على العروس؟ يعني تعرفنا بشهر 9. يعني بعد ما طبقته السنة؟ لا. كم مرة شفتها؟ كلقاء بعد ما التقينا. ما شفتها؟ أبدا ولا مرة؟ كله أونلاين. والليلة إذا رح يصير الزواج رح يصير الزواج أونلاين. طيب أول سؤال، كيف تعرفت عليها لرؤى؟ تعرفنا على أبليكيشن اسمه ستار ميكر، برنامج غنائي. مين بحيط العريس غير أهله بهالنهار؟ أصحابه. أصحابه لأول مرة مدعوين من كل العالم يحضروا زواج رفيقهم الليلة. الخطوة الثانية الأساسية لعقد القران على الهوى؟ الشيخ، فضيلة الشيخ وكيلة العروس. الشاهدان، العروس الكاميرا معها بالمغرب، وبهاللحظات رح أطلبها. هي منا عارفة شيء. رؤى، كيفك أستاذ مالك؟ صار له خير؟ الحمد لله. رؤى، أول شيء رح قلك إيه، الوكيلة أم العريس، العريس الشاهد الأول، الشاهد الثاني، وفضيلة الشيخ بهاللحظات بدهم يكتبوا كتابك من بلال بعد 10 أشهر من التعارف الإلكتروني والحب. ممكن أستدعي أبي؟ إذا بتحب تعيطيله يتواجد حدك على الكاميرا، نحن ناطرين. بابا أجي. سلام عليكم عم. قرب شوي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي من بيروت إلى كل أهل المغرب والمغرب العزيز. رؤى، أنت بالأصل موكلة الأخت منى، بس حنسمع منك هيك حتى ننبسط بصوتك، بس نحن من حيث صحة العقد حنجري إن شاء الله تعالى. ما تحسي بأي ضغط. يعني أنت هلأ تقبلي أن تزوجك الوكيل منى خالد محمد قاسم من محمد المصري الملقب ببلال، معروف ببلال. وانا حوفي بوعدي وحقول له ايه، انا بقبل اتزوجك يا بلال وانا بحبك كتير كتير كتير. يا ستنا اطلعي بمحمد، قولي له بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وصلى الله على رسول الله. بوكالتي عن السيدة رؤى، عن السيدة رؤى بنت عبد السلام جد اسمه محمد، وجدها اسمه محمد. نعم، قولي له زوجتك السيدة رؤى على مهر وقدره. طلع فيها أنت إلا بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وصلى الله على رسول الله. بوكالتك عن السيدة رؤى قبلت زواجها على المهر المسمى بيننا المعجل منه والمؤجل منه. اللهم اجمع بينهما على خير وارزقهما ذرية صالحة وعلى نية التوفيق. الفاتح. بسم الله. اللهم أمين. أمر أدالية. اللهم أمين. أمر أدالية كبير. أدالية. أمين. أمين. كل مرة. المحبس أونلاين رح يوصل على المغرب، رح وصل لك يا رؤى إذا ما شفتي لها بلال. مبروك. ما قلت لي شيء. ليش ما قلت لي؟ بدك يعني هيك هلا انا مش عارف، انا ما معي خبر شيء ولا احكي ولا شيء. انا ما معي خبر شيء، دقولي على الشغل. انا بدوامي، اخذوني من دوامي وجابوني لهون. يا مالك انت عملتها بينا احنا الاثنين. فكرت بس انا، انت بس كمان بلال متفاجئ. الاثنين عملتها فيك وفيك. ما بيقدر عليك الا اللي خلقك. هو قال لك بحبك، شو بتقولي له يا رؤى؟ بقول له بموت فيك. بزاف. كان بغيك بزاف، كان حماق عليك. يا ربي تخليك ليا.
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.